بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السادس من الكتاب 23، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر. وإنظار المعسر واجب. الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فنظرة هذا أمر، والأمر للوجوب، فيبقى إنظار المعسر واجب. أما إبراء المعسر فسنة، يفضل يستحب إبرائه. فنظرة إلى ميسر. وأن تصدقوا يعني إيه؟ يعني تبريه، تبرئه من إما بجزء منه، بالوضع جزء منه، أو إنك تعطي المال كله. يبقى إيه؟ وأن تصدقوا أي ببعض الدين وتأخذ البعض الآخر، أو أن تتصدق بالدين كله. وأن تصدقوا خير لكم. وهذه من المواضع التي تكون فيها السنة أفضل أجرا من الواجب، لأن الواجب أفضل من السنة بسبعين درجة إلا في مواضع، هذا موضع منها. إنظار المعسر واجب وإبراؤه سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب. وهناك مواضع أخرى نص عليها الفقهاء التي تكون فيها السنة أفضل من الواجب. الوضوء قبل دخول وقت الصلاة سنة، وبعد دخول وقت الصلاة واجب. والوضوء قبل دخول وقت الصلاة لغير صاحب العذر أفضل من الواجب. رد السلام واجب، وبدء السلام سنة، وبدء السلام أفضل من رد السلام. يبقى عندنا مواضع السنة فيها أفضل من الواجب، زي إبراء المعسر أفضل من إنذاره، الوضوء قبل دخول الوقت أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت، ورد السلام، البدء السلام أفضل من رد السلام. والشافعية والمالكية والحنابلة عندهم المعسر لا يسجن ولا يلازم. يعني يلزم يعني ايه؟ يعني تلزمه، يعني تفضل وراه لحد ما يدي لك دين. طب ما هو معسر، هتفضل وراه هيديه لك منين؟ فهمت؟ لا يلازم يعني لا تلزمه، يعني لا تطارده. طالما معسر لا تطارده حتى يعطيك الدين، هو معسر. يبقى المذهب عند الجمهور لا يلازم ولا يطارد، ولكن ينظر، يعني يعطى فرصة أخرى، أو بيت المال يتحمل عنه، أو أصحاب الدين يتصدقوا له. في مذاهب تانية زي ابن جريج وغيره كان يأمر بسجن الإيه؟ بسجن المماطل الذي لا يدفع الدين، لأن هناك ناس تمثل الإعصار وهي ليست مؤثرة. والنبي علشان كده قال مطل الغني ظلم، هيجي بعد كده مطل الغني ظلم. فقد يكون عنده ويظهر امام الناس انه ليس عنده شيء، انه معسر وهو عنده. وفي الحاله دي للقاضي ان يحكم بسجنه حتى يؤدي ما عليه. واضح؟ فبعض العلماء المذاهب الاخرى قالوا انه يعني يلازم حتى يطمئن انه معسر بالفعل، وليس بمجرد الادعاء. حتى ان ابن جريج كان قاضي 40 سنة، ابن جريج يعني 40 سنة قاضي،
في الكوفة كان يسجن المعسر للانتشار عدم الأمانة في زمانه، بقيت الناس تستلف من بعضها وكل واحد يمثل انه معسر ويأكل أموال بعضهم بالباطل، فأمر بسجن كل معسر لحد ما نشوف حكايته ايه من باب التعزير والعقوبة. باب فضل إنذار المعسر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 76 بعد 4000، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبله، يعني من الأمم السابقة، فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. يبدو أنه كان راجل مسرف على نفسه، كان لا يطيع ربه، مؤمن بس لا يطيع ربه، يفعل المعاصي، لدرجة بيسألوه عملت من الخير شيء؟ قال له ما عملتش حاجة خالص، يعني ما عملش أي خير. قالوا تذكر. قالوا طب فكر كده افتكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال الله عز وجل تجوزوا عنه. طب ينذر المعسر دي معروف، طب يعني يتجوز عن الموسر؟ يعني لما يجي الموسر اللي معاه المال يسدد ما يقعدش يدقق بقى يقول له لا دي عملة رديئة، لا ده مكسر، لا ده مش حلو، ده يعني عنده تسامح في المعاملة، فهمت؟ ادي معنى التجوز على الموسر. في ناس لما تيجي تشتري تدي له العملة يقول لك لا رجع دي مش كويسة، تدي له واحدة تانية يقول لك لا دي بهدة، تدي له واحدة تالتة يقول لك لا دي مش عارف معمولة ايه، شو بيعملوا كده؟ هذا يبقى لا يتجوز على المسلم. لازم الانسان يكون ايه؟ سهل في التعامل كده، ايه؟ التجاري. يعني يقبل الامور بسيطة يعني. لو قلت حاجة بسيطة شوية جرام في الوزن مش مشكلة، زادت حاجة بسيطة والبائع يقوم يزود لك حاجة بسيطة. يعني في نوع من التجوز يعني. مش واقف لك يعني كده بالشعرة. فقال ايه ان هو كان ينذر يؤمر فتيانه اللي هم ايه العمال بتوعه ان ينذروا المعسر لما يجي يلموا امواله التي ادانها للناس واعطاها للناس، يقول لهم لو وجدتم معسر انذروا، ولو وجدتم موسر يؤدي الدين فاقبلوا ما يؤديه. مش تقول له لا ده كله فكه، ادولنا فلوس مش عارف ايه ده بتاع، لا اللي يدهولك خده قول الحمد لله. قال الله عز وجل تجوزوا عنه، يبقى ربك هيعاملك كما تعامل الناس. خد بالك ان ربك هيعاملك زي ما بتعامل الناس. عاملت الناس بالصفح والعفو عاملك بالصفح والعفو، لان الله يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى لانه غني عن عبادتك، قد يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى لكن لا يتجاوز عن حق العباد وعن ظلم العباد، لأن العباد مفتقرون، الله مستغني، فإذا جرت على العباد حكم فيك العباد، والعباد في يوم القيامة يكون أكثر الناس إيه بخلا وحرصا، لأن خلاص شايفين قدامهم الجنة والنار، فما مش هيسامحك. خد بالك ان الانسان لو كان له حق عندك يوم القيامة صعب جدا يسامحك، ولو كان قريبك حتى، شوف قد ايه، بسبب شدة ما يروا من كرب الموقف، كل واحد يريد ان يبحث عن ولو قشة يعني يتمسك به. وبالتالي عامل الناس كما تحب ان يعاملك الله، تعفو عن الناس ربك يعفو عنك، تحسن للناس ربنا يحسن اليك، احسن كما احسن الله اليك، مش كده ربنا قال؟ تقعد للناس على الوحده بلغه المصريين، لغه المصريين يقول لك عيد له على الوحده، يعني بيتلكك له يعني. يبقى ربك سبحانه وتعالى لا يتجاوز عنك، لا يعفو عنك، يقوم يعاقبك على الوحده. كل ما تغلط يدي لك على طول. زي ما بتعامل الناس كده. فهمت ازاي؟
تيجي تغفل عن حاجة تبص تلاقي ربك يصيبك بشيء على طول كده أول بأول، ألم ورا ألم ورا ألم ورا ألم، تبقى نفسك مدروخ. فأحسن حاجة إنك أنت تعامل الخلق كما تحب أن يعاملك الله. فهمت إزاي؟ أو الراجل ده كان حق علاقته مع الله ضعيفة جدا، عملت خير ما عملتش خير خالص، لكن كان بيعمل خير في الناس. فهمت؟ فربنا قال له، قال للملائكة إيه؟ تجوزوا عنه كما كان يتجوز عن خلقي. يبقى إنذار المعسر يؤدي إلى غفران الذنوب. إنذار المعسر والتجاوز عن الخلق فضيلته إيه؟ غفران الذنوب يوم القيامة والحساب اليسير. وعنه به قال: حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن حجر، قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنذر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. يعني يقبل الفلوس اللي بتديها له النقد، مش يقول له: لا دي ممسوحة، لا دي مش لمعة، لا دي ريحتها وحشة، لا دي، يقعد بقى ايه يتلكك له. ما ينفعش. فهمت ازاي؟ اللي يدهولك خلاص مشي حالك، لان انت هتاخده برضه هتصرفه تديه لغيرك، تمام؟ اللي هتفضل تتناقل الايه؟ الاموال بين ايدي الناس. السكة اللي هي العملة يعني، وأتجوز في السكة، جاي من السك العملة يعني. فهمت؟ جاي من سك العملة. ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنذر المعسرة وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكلها كانت من سنة النبي أنه يقبل عذر المعتذر. سنة النبي أنه إيه؟ يقبل عذر المعتذر. واحد أخطأ في حقك ثم جاءك يعتذر، لا تلومه، اقبل عذره وسامحه خلاص، ولا حتى تذكره بما قاله. إذا جاء إنسان أخطأ في حقك فجاء يعتذر، اقبل العذر دون أن تلومه وتقول له: طب وليه عملت كده؟ وليه قلت كده؟ لا، ده أنت تقبله مباشرة على طول في الحال كده، لأنك لو كنت بهذه الحالة عارف بمجرد تقول: أستغفر الله، بس ربنا يقبلك على طول، ما حققش معك بقى. فالنبي كانت من سنته إيه ومن صفات أخلاق النبي، يقول لك كان يقبل عذر المعتذر، وكان يجل النعمة وإن دقت، وكان يحترم الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقف مع المرأة ضعيفة الإيه؟ العقل، المرأة الخريفة،
عارف انت لما الست تكبر كده وتبقى خرفه يعني وصلت لخرف الشيخوخه وتقول له اني لي عندك حاجه، يقول لها صلى الله عليه وسلم في اي طرق المدينه شئت اقف اقضي حاجتك. هكذا كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، فكانت هي دي اخلاق النبي. وعشان كده الناس اللي تعاملوا مع النبي احبوا النبي واحبوا الله واحبوا الاسلام واحبوا الطاعه واحبوا كل خلق حميد. انما الان الناس تصلي لكن ايه، تتهابش وتتناجش وتتشاتم وتتخاصم، وفي الاخر الصلاه ليست لها اثر في قلوبهم ولا في معاملتهم، فصاروا يصدون الناس بعملهم عن هذا الدين القوي. فلازم نرجع تاني لخلق ايه، المجاوزه والتجاوز والتغافل. تتغافل عن عيوب الناس كانك مش شايفها. النبي كان يتعامل مع الناس بالتغافل صلى الله عليه وسلم، وكان يربي حتى بالتغافل كانه مش شايف. اما يشوف حاجه مش عاجباه كده كانه مش شايف، لا يواجه الناس بعيوبهم، ما يقولوش عملت كذا انا شفتك، ما يقولوش كده. كانش يعمل النبي يعمل كده، زي ما بنعمل احنا مع اولادنا. عملت كده ليه يا ولد؟ الواد من خوفه منك ما عملتش. لا عملت انا شفتك. خلاص قول له ما عملتش. طب خلاص اوعى بعد كده ما تعملش كده تاني، ما تقولوش بقى انا شفتك وتحقق وتعمل وفاكر الساعه كذا واليوم الفلاني. الطريقه دي مش طريقه نبويه شريفه في التربيه. تتغافل كده وتبقى سهل سمح في معاملاتك مع اولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع اصدقائك، مع كل من تتعامل معهم. تتغافل عن عيوبهم وتسامحهم اذا اخطاوا، وتقبل عذرهم اذا اعتذروا، وتحسن اليهم ولو اساءوا، تقوم تبقى رحمه للعالم. هي دي اخلاق الاسلام. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم، واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا، يعني غنيا عنده اموال، يعني موسر يعني عنده غني اموال، فكان يامر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن احق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وعشان كده النبي يقول ايه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده؟ فكلما كنت رحيما ترحم الخلق كلما كان الله بك رحيما، فالله هو ارحم الراحمين، فهو اولى بذلك منك. وعن ابي قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال منصور حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري، وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب ابن شبل والزهري برضه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثله. وعنه به قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش ابن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له، والغريم اللي هو الإيه؟ المدين. الغريم اللي هو المدين، المدين اللي هو المصريين يقولوا عليه المديون. المصريين في لغته العاميه يقول لك ايه؟ مديون. في لغه الشرع الفصيحه مدين، يعني ارتكبته الديون. طب والصاحب الدين يسموه دائن، يبقى عندنا دائن وفي مدين، والمدين يسمى غريم. ليه؟ لانه غارم، والغارمين وفي سبيل الله، مش كده ربنا قال كده؟ من مصارف الزكاة الغارمين.
الغارم اللي هو المدين الذي ارتكبته الديون ولا يجد سداد له. أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر، فقال الله، قال الله يعني بيحلفه يعني معسر بحق يعني، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فلينفس عن معسر يعني ينظره أو يضع عنه يعني يبريه، يبقى ينفس عنه يعني ينظره يعني يديله فترة أخرى نفس تاني زمن آخر، هذا معنى ينفس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا، أو يضع عنه يعني إيه؟ يعني إما يبريه بالكلية أو يتنزع عن جزء من إيه؟ من الدين. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهبة قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. إذا كان أخلاق المسلمين بهذه الصورة ينظر المعسر وقد يوضع عنه، فلا تكن أنت مستغل هذا الخلق فتمثل الإعصار وتمثل أمام الناس أنك معسر، وإلا هتأكل أموال الناس بالباطل. فندخل في الباب اللي بعديه على طول مباشرة، باب تحريم مطل الغني. والمطل اللي هي المماطلة اللي هي منع أداء الدين أو تأخيره، بيماطل يعني يعني يمنع أداء الدين أو يؤخره، يسموه مماطل. فإذا منع أداء الدين وهو غني عنده ما يؤديه وبيماطل يبقى ظلم، وربنا بيقول لعنة الله على الظالمين، وبيقول الظلم ظلمات يوم القيامة، مش كده برضو؟ يبقى يعني كأن عليه اللعنة، كأن ربنا سبحانه وتعالى هيعيشه في ظلمات بدل ما يبقى في أنوار الطاعة وفي أنوار الرضا والعبادة، هيسلبه حتى نور الطاعة والعبادة. فظلم ده يؤدي بعد ذلك إلى أنه يترك الصلاة وأنه هو يترك العبادة ويموت موتة سيئة وتكون نهايته نهاية قبيحة، كل ده بسبب إيه؟ المماطلة. فلا تستغل إنذار المعسر أن تتمثل أنك معسر وأنت غني، وإلا وقعت في الظلم. فهم؟ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. الحوالة يعني إيه؟ يعني إن أنا أحيلك على آخر يسدد الدين بالنيابة عني. فهمت إزاي؟ اسمها الحوالة، كأني أخذت منك مالا على سبيل الدين، وفي نفس الوقت كان فلان الآخر أخذ مني مالا على سبيل الدين، فجاء وقت أداء ديني لك في نفس وقت أداء دين فلان لي. فهم؟ فبدل من أن يأتيني فيعطيني المال ثم أخذ منه وأعطيك، أحيلك عليه، أدي معنى الحوالة. فهمت بقى؟ أقول لك خذ ما لك علي من فلان الذي لي عليه. فهمت إزاي؟ اسمها الحوالة، يبقى أحلته على غيري. فهمت؟ وصحة الحوالة واستحباب قبولها. طب لو أحلتك هل يجب عليك القبول؟ وانت ممكن تعتذر تقول لي أصلا أنا معرفوش وأنا مش ضامن، أنا يمكن التاني يبقى مماطل أروح له يقعد يتهرب منه، مش كده برضه؟ طب هل يجب عليك أن تقبل ما أحلتك عليه ولا لا يجب؟ أبو داود الزهري قال يجب القبول إن كان الغني إن كان المحال عليه غني مليء يعني. يبقى عند أبي داود الزهري قبول الحوالة واجب، يأثم لو لم يقبل. وعند باقي المذاهب قالوا يستحب القبول تيسيرا عليه، يسر علي أنا الوقت مشغول مش فاضي أروح أطالبه بالدين واخده منه وبعدين أحدد ميعاد معاك تاني عشان أسدد لك، وأنت شايفني إن أنا مشغول ويمكن مسافر ويمكن أي حاجة، فيسر علي يبقى إيه
علشان ربنا ييسر عليك. انا بقول لك انا دلوقتي مشغول ومعترف انك انت داينك، بس انا ليا برضه فلوس عند فلان، روح خدها منه وسيبني انا لان انا مشغول في حاجه ثانيه. ففي الحاله دي يستحب انك تقبل لتيسيرا على اخيك. فهمت بقى؟ يبقى على سبيل، يبقى قبول الحواله مستحب وليس واجبا الا عند الظاهريه. واذا احلتك برئت ذمتي في الحال، وقبلت تبقى برئت ذمتي في الحال، فلا تطالبني بعد ذلك. افرض رحت للذي احلتك عليه فايه، فقال لك مثلا مر علي بعد شهر ما تجيليش انا تاني، خلاص انا برئت ذمتي، انت بقى بينك وبينه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى طالما انت قبلت الحواله يبقى برئت ذمه ايه؟ المحيل، وانشغلت ذمه المحال عليه. فهمت ازاي؟ ووجب ويستحب للمحتال، المحتال اللي هو الذي ايه؟ قبل الحواله يسموه محتال، والذي احال يسموه محيل، والطرف الثالث يسموه محال عليه. فهمت ازاي؟ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي. يعني أنت لو كان ليك قروض بتسددها في البنك لأنك اقترضت، ما تجيش عند آخر المدة وتدفع القرض زي ما في ناس بتعمل كده، يقول له في مهلة ثلاث شهور سدد. أنت ما أنت غني من أول الثلاث شهور، طب تروح سددها، هتقعد ظالم ثلاث شهور لحد آخر مدة في الثلاث شهور، تقع في ايه؟ في الكراهه، تقع في الكراهه مش في الحرمه. طالما في مده مهله لو اخرتها ما وقعتش في الحرمه بس مكروه، تعتدي المماطله. ليه مكروهه؟ لان هتعودك المماطله. انت خليك مع اول ما يجي الوقت وانت ربنا غنيك روح سدد على طول. فهمت ازاي؟ لكن لو فضلت لحد اخر المده وسددت ما وقعتش في الظلم، لكن ايه؟ تكتسب خلق ذميم قد يؤدي بعد ذلك الى المماطله، لان نفسك لازم تربيها، تربيها على انك تعجل باداء الديون وسداد الديون، ولا تربيها على التاخير والمماطله. فان ربيتها على هذا الخلق تاتي في وقت تقع في الظلم، تؤخر عن الموعد بقى نفسه. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الواحد يستحب ان هو اما يبقى عنده دين وجا الوقت يعجل انه يسدده في اول الوقت، ما يستناش لاخر الوقت طالما هو عنده ما يؤدي. واستحباب قبولها اذا احيل على ملي. اذا احلتك على راجل وانت تعرف ان هذا الرجل مماطل، يبقى في الحاله دي لك ان ترفض الحوال، تقول له هذا رجل سمعته مشهوره في السوق انه مماطل، ده لم يعطي لفلان ولم يعطي لعلان ولم يعطي بتاع وسمعته مشهور، فكيف تحلني اليه؟ انا لا استطيع ان اخذ ولا اتعامل معه. ففي الحاله دي ترفض. لكن لما يحيلك على ملي، يعني رجل غني وفي نفس الوقت سمعته طيبه، يبقى تقبل بقى. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. أهو حديثه ثلاث كلمات، يا سلام، ولو الناس عملت بالحديث ده وخافت منه هتتحل مشاكل ناس كتير دي. الحكومة ساعات تماطل مع المقاولين تبقى حكومة ظلمة، المقاول يتعاقد مع الحكومة عشان ينشئ لهم مبنى مثلا، أو يعبد لهم طريق، أو يعمل لهم أي مشروع، وبعدين بعد ما يعمله يفضل يجري سنين على ما ياخد حقه من الحكومة، تبقى حكومة ظالمة. وظلم الحكومة ده يؤدي إلى عدم بركة إدارتها، تقوم مشاريعها ما تنجحش، لأن ربنا لا يصلح عمل المفسدين. فلو كانت الحكومة تبطل المماطلة الناس فيما بينهم بعضهم البعض يبطلوا المماطلة، لأنه خد بالك إن المقاول ده برضه عليه ديون لغيره، فلما تماطلوا الحكومة ما تدلوش حقه، هو هيعمل إيه مع غيره؟ هيماطل ما يديش التاني حقه. فهمت؟ فيجب على الحكام أيضا ألا يماطلوا. فهمت؟ لأن هو ده ظلم،
لو واحد وزير الاسكان ولا وزير مش عارف ايه ولا وزير ايه ولا وزير كل الوزراء دول، لازم المستحقات المتعلقه بالناس اللي تعاملوا مع هذه الوزاره الوزاره تؤديها في الحال، والا تبقى مماطله. مطل الغني ظلم، سواء كان هذا الغني هيئه او كان هذا الغني فرد. فهمت ازاي؟ كل ده حرام. ينصلح يعني حديث النبي مطل الغني ظلم ده يصلح احوال البلاد والعباد والإدارة والحكام والمحكومين. ثلاث كلمات: مطل الغني ظلم، فينتشر المماطلة. حتى الـ 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 الورثة فيما بينهم بعضهم البعض، يجي واحد يسيطر على الإرث وهو أصلا غني ويماطل إخواته ما يرضوش يدوهم نصيبهم، ظالم، وقع في الظلم. مطل الغني ظلم. وبعدين هو قاعد طول النهار يقرا قران يقول الا لعنه الله على الظالمين، قاعد يدعي على نفسه، قاعد بيلعن نفسه. عشان كده في حديث يقول ايه، رب قارئ للقران والقران يلعنه. مش في حديث بيقول كده، رب قارئ للقران والقران يلعنه؟ لانه هو وقع في الظلم، ظالم، وبعدين قاعد يقرا قران يقول لعنه الله على الظالمين، يبقى القران قاعد بيلعنه. فهم؟ فالانسان لابد ان يخرج من دائره الظلم باي حال من الاحوال. قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مليء يعني مقتدر، غني، عنده سيولة، عنده مال، هذه معنى مليء. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ونقف على باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. يوم الاثنين غدا الأحد أجازة، لأني لن أبيت في المؤقتم، هبيت بره، مش هقول لكم فين. كويس؟ فيبقى بكره انا مش هصلي الفجر في المقدر، وبالتالي مفيش درس بكره. نلتقي ان شاء الله فجر الاثنين باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.